خلونا ناخد معانا تحليلا وتعقيبا على كلمة السيد الرئيس والتي لم يترك فيها جانبا واحدا مما يتعلق بمصر ولم يتحدث عنه حتى الإعلام. كل حاجة ساعتين تقريبا الرئيس تطرق فيهم لكل النقط. ناخد معانا على تليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا 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 سيناتور عماد. أهلا بيك يا سيادة النائب. إزاي الصحة يا سيناتور؟ إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. تعال نحلل قدر الاستطاعة كلمات الرئيس، وهبدأ من الجملة اللي الناس كلها انشغلت بيها النهاردة، دي مقترحات أي حد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يقدر يتكلم فيها. تمام، أنا موافق على الكلام اللي أنت قلته في البداية، وهو أنه القصد الطبيعي الفهم اللي وصلني مباشرة، أنا كنت موجود داخل القاعة وسمعت ثلاث شو بيقولها، أنه هذا كلام طبيعي بيتقال وموجود، وبالتالي هي القصة مش أن يتقال، القصة أنه ينفذ، لأنه صح. دي الكلمة الأساسية اللي كانت بتتكرر طوال المؤتمر. نحن سمعنا توصيات كتير، وسمعنا تحليلات، وسمعنا تشخيص المشكلة، وكلنا سمعنا هذه الأمور كثير جدا جدا، وبالتالي الفيصل هو كيف يمكن أن يتم ترجمتها. فلما يجي رئيس الجمهورية بنفسه ويقول أنه المهم التطبيق، معناه أنه يلمس المشكلة الحقيقية، أنه القصة مش بس في التوصيات، أنك أنت تقول أي توصيات مهما كانت جميلة، لكن المهم أن تنفذها على أرض الواقع. وبالتالي أي حد لابد أن يفهم هذه الجملة في هذا السياق وفقط لا غير، لأنه كمان أكثر من مرة الرئيس بيتكلم بيقول نحن نقدر كل اللي اتقال، قولوا تعالوا هنعمل المؤتمر السنوي ونسمع، وإحنا عايزين نسمع بعض لما دعا للحوار الوطني. فالسياق كله يقول إن هو يقصد هذا المعنى ولا معنى آخر غيره. طيب ده كلام كويس جدا. هنبدأ ننتقل للمسألة وهي المهمة جدا يا أستاذ أحمد، مسألة التنفيذ. يعني حضرتك وشخصي المتواضع، حتى واحنا في بيننا مساحة جيلية ما او مساحة عمرية ما، مش هقول حتى جيل، اقل قليلا، لكن احنا ابناء ذلك المجتمع الذي طالما شهد مؤتمرات من سنة 82 وما كانش بيتنفذ منها حاجة تقريبا، اللهم الا المؤتمر الاقتصادي 2015 في شرم الشيخ اتنفذ منه جانب كبير جدا، وهو الجانب المتعلق بمصر لو صح الكلام. قبل كده ما كناش بنشوف تنفيذ، يعني مؤتمرات وسلام عليكم يا جماعه وكلنا مبسوطين الحمد لله، يلا بينا نروح البيت. صح، طبعا الفرق الجيل انت اكبر مني بكتير يا يوسف، فبالتالي ما انا علشان كده ما رضيتش اقول العمر كام سنه. النقطه انا هقول لحضرتك يعني تلخيصا لهذا الامر، في من حوالي 3-4 سنين مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي كان عرض فيه حاجه ظريفه جدا جدا، وهو انه احد الندوات او المؤتمرات اتعملت سنه 1927 احد توصياتها كانت الاهتمام بالصناعات الصغيره والمتوسطه. حلو، فاحنا بنكرر هذا التعبير لحد دلوقتي، لانه واضح ان في مشكله في يعني مش عندنا بس للامان، يعني في بعض التوصيات زي بالظبط واحنا بنقعد بنقول عايزين نصلح التعليم، عاوزين نصلح الصحه، الناس بتتكلم على، وده ربما يكون ظني الشخصي، ان جوهر ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده واول امبارح يتلخص في فكرة فهم السياق العام وتحليل الظروف الواقعية، وإن الناس تتكلم على الواقع مش على التمنيات بس. يعني كلنا بنقول عايزين نصلح التعليم، وده مطلب جميل وللجميع إن احنا نتمنى نصلح التعليم، بس أكيد وأنت بتقول عايزين نصلح التعليم تبقى عارف تكلفته قد إيه وأنت معاك قد إيه، وتقول والله أنا خدت هاخد قرار مثلا احنا نصلح التعليم، بس في المقابل إن احنا هنضحي بحاجات تانية مش هتؤجل، لأن كل الدول التي نهضت عملت ده، ان انت بتهتم بمسار او بقطاع الصحه او التعليم او النقل او الخدمات زي ما انت عايز، وفي حاجه هتتركن، ولان انت لو معاك فلوس لكل حاجه خير وبركه، بس اذا كانت ظروفك لا تسمح فتبقى مدرك الامور ماشيه ازاي، لانه جزء كبير جدا من معظمنا بما فيهم انا اللي بتكلم حضرتك دلوقتي طول الوقت بنتكلم في العموميات، نعم عايزين نصلح صحه، طيب ومن اين ستاتي بالاموال؟ ها؟ لو انت عندك الاموال خير وبركه، بس انت ما عندكش. فبالتالي النقطة اللي بيتكلم عنها السيد الرئيس النهارده بتوسع وقالها كتير جدا، ان الناس تبقى واقعية، انه الوزير المسؤولين اللي جابهم الرئيس وقعد معاهم وقال لهم طيب تعالوا اشتغلوا وزراء، قال لك لا احنا مش عايزين لان احنا خايفين او انه ما فيش امكانيات او لان فلوسنا كتير وانتم مش هتدونا فلوس.
فبالتالي مثل هذا النوع من الأسئلة الطبيعي ان هو لا ينتقد طالما ان انت عرض عليك الامر ومش قادر تيجي لان انت شايف الامور صعبه عليك لان تعذر الاخرين. انت مش راضي تشيل فجاي بعد كده بتعترض ليه؟ بالضبط كده. هذا الامر يعني انا اظن لو مديت الخيط على استخامته اللي هي فكره انه اي حد يتكلم يبقى دارس فعلا الامور وشايف الامور صحيحه جدا وعارف البيانات عشان والمعلومات وكافه يعني اشكال او اجزاء الصور عشان يقدر يقول كلام على بعض المنظمة. هذا الامر ليس تبرئه للحكومه من اي سلبيات موجوده، من حق الناس والراي الشخصي ان هو الجزء المهم. احد الحاجات الكثيره اللي اتكلم عنها الرئيس النهارده ان هو بيقول انتقدوا وقولوا واكتبوا واعملوا، لانه ده مفيد جدا للدوله المصريه ولصانع القرار ان يبقى فيه الصوره واضحه للجميع، بس الناس فعلا تبقى واخده بالها ان قدر الامكان الناس فاهمه السياق العام للامور، وبالتالي نقدر نوصل لفهم عام هيخلي الناس اكثر واقعيه الى حد ما. طيب علشان الناس تصل الى مرحله الاكثر واقعيه واليات التنفيذ هم كمان هيبقوا محتاجين انه يبقى في معلومات اكتر، ده من ناحيه، ومن ناحيه تانية معالجه الانسداد الشرياني اللي موجود. يعني انا الاحظ انه كان كتير جدا في كلمات الحكومه لما بيتعرض حاجه من خبراء اقتصاديين، مفكرين اقتصاديين، مستثمرين، فبتبقى ردود الحكومه بتمشي في اتجاه انا مش عايز اوصفه من الاتجاه اللي اعتدناه في بعض الاحوال او في احوال كثيره، اللي هو ايه، لا ما احنا عاملين كده، لا ده احنا قلنا كده، لا ده احنا اصدرنا القرار ده، وكأن الحكومه تتجاهل ان القصه مش في القانون اللي صدر ولا التشريع، القصه عند الموظفين اللي جوه هيكل الحكومه، لا يعترف بالقانون، لا يعترف بالتشريع، يعترف بالقرارات اللي متخذه بقالها 30 سنه من قبل وزير في رحمه ربنا دلوقتي، فبيعطل الدنيا. طيب ما هي المشكله فعلا متداخله ومركبه يا استاذ يوسف، بمعنى انه في تشابك في حاجات كثيره جدا. رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والوزراء بيتحدثوا طول الوقت وهم صادقين في مساله تسهيل اجراءات الاستثمار ونصف الروتين والشباك الواحد، بس الامور ما بتتنفذش لانه القصه مش قصه قرارات فقط فوقيه، لانه في واقع مرير، في احيانا الموظفين بيعوقوا العمل، بيحط راسه في الدواليب، في فهم غلط، في حد احيانا ضعاف النفوس والضمائر. فهي القصه كيف يمكن ان انت توصل ليه ان الكل بيخدم على فكره الاستثمار على سبيل المثال. وده هترجع تاني، طب سياده الرئيس اول امبارح قال انه الجهاز الاداري الذي كان مفترضا ان يعني يقوم بالاصلاح ويقود الاصلاح بدا انه يحتاج نفسه للاصلاح، وده نقطة في غاية الأهمية. طيب أنت هتستورد موظفين من بره أو جهاز إداري من بره، طيب هتعدله إزاي؟ الحكومة بطلت تعين لأنه مفيش إمكانية، وتوسعنا في التعيين، إحنا من 11 ل 13 في سنتين اتعين 1.5 مليون، وأنت مش عايزهم بس أنت عينتهم كمحاولة في هذا الوقت لكذب الشارع وشراء الولاء وحاجات زي كده، لأنه الأوضاع كانت ملتهبة شديدة الالتهاب، فكان أي مجموعة بتعمل اعتصام فئوي او حاجات زي كده بيعينوا الناس وبيرقوهم، فانت دفعت ثمن بده. طيب دلوقتي القطاع الجهاز الاداري ده انت محتاج تجهزه اكثر، تدربه اكثر، طيب ده محتاج فلوس اكثر، محتاج وقت، النتائج ما بتبانش مره واحده. وحتى الرئيس النهارده ايضا تحدث عن التعليم لما قال انه الحد الادنى للتعليم في الدول المتقدمه الطالب يتكلف 10,000 دولار. صحيح. واحنا عندنا ما بين اظن 23 ل 25 مليون. طيب هنفترض الرئيس قال انه التكلفه فقط 10,000 جنيه مش دولار. طيب ما مش موجود، حتى دي مش موجود. فبالتالي علينا ان احنا نفكر بهدوء ونقول طيب هنحل ازاي؟ هل هننتظر لما يعني تسقط علينا يعني ثروه من السماء؟ لا، الامور لا تسير بهذا الشكل. صح. فعليك ان انت تحاول ان تعالج الامور في اطار الواقع بافضل كفاءه ممكن، يعني بتوفر كل قرش زي ما بيقولوا بطريقه ماهره. فالامور فعلا متداخله في حاجات كثيره جدا، ولا بد ان احنا نبقى شايفين الصوره على بعضها عشان الحكم يكون موضوعي. وفي هذه الحاله تقدر تقول والله الحكومه اخطات في هذا الجانب لسبب كذا، واجادت في هذا الجانب لسبب كذا، ف
فطبعا طول الوقت عندك جهات متربصه وعندك ناس بيتمنوا ليك الفشل طول الوقت والاخفاق، ودول مش يعني لا مش هيرضوا عنك في كل الاحوال. فالجزء الثاني المهم المرتبط بده هو توعيه الناس طول الوقت انه المسائل مش بالسهوله، لو هي سهله بهذا الشكل ما حدش كان غلب زي ما بيقولوا. طب انا عندي برضو، علشان استاذ عماد البني ادم يبقى منصف، وبرضو هي كمان مسألة النزعة الفكرية، لأنه دي ثابتة جوه النخاع الشوكي في العمود الفقري، مسألة يعني ما برضو الواحد عاش طول عمر حياته يساري. أنا عندي مشكلة مع القطاع الخاص في مصر، على قد ما أنا بقى سعيد بمسألة تمكين أو المزيد من تمكين القطاع الخاص والاستثمار الخاص في أنه يشتغل أكتر، على قد ما أنا تظل عندي تخوفات بتاعت إن المستثمر المصري مستثمر بيحب بيعشق، لأنه اعتاد كده للأسف الشديد تقريبا 40 سنة، قول من أيام الانفتاح، يكسب 300 و400%. وأنا والأستاذ عماد وغيرنا عارفين إنه لما بيستثمر في أوروبا ما بيكسبش كده، يروح أمريكا ما يكسبش كده، يطلع الصين ما يكسبش كده، عندنا عاوز يكسب 300 و400. بره لو طلع 50% و70% بيمشي في الشارع يزغرط، عندنا لازم 300 و400، فبيعمل دراسات الجدوى بتاعته على 300 و400، فيجي يخش المشروع هو باصص على كده، وده مش هيخلينا نعرف نشتغل. ليه؟ لان انا مش هلاقي مستهلك، مش هلاقي قدره شرائيه، ولا ايه؟ طيب يعني هذا سؤال مهم جدا وبرضه متشابك، وانا يعني رغم انني اشاركك نفس المنطلقات تقريبا. أيوة. اليساريه الشمال الواحد عاش جزء كبير جدا من حياته، يعني معظم الصحف اللي عملت فيها كانت صحف يسار. صحيح. لكن للامانه برضه عليك ان تكون منصفا وتقول ايه الاتي. احنا عندنا القطاع الخاص، الحكومه، احنا عندنا حوالي 30 مليون، حضرتك مليون بيشتغلوا في يعني اجمالي العاملين في مصر حوالي 28 مليون في دي القوى العامله المصريه. حوالي منهم خمسه او اقل في الحكومه والقطاع العام، والباقي القطاع الخاص، فبالتالي القطاع الخاص هو الذي يوفر الفرص. انت بيتخرج لك كل سنه حوالي مليون واحد في سوق العمل. الحكومه بطلت تعين كما تعلم، فبالتالي القطاع الخاص هو اللي بيعين، وبالتالي علينا ان احنا ندعمه باقصى جهود ممكنه. وهنا اتحدث عن القطاع الخاص المنتج، مش اللي هي الرموز اللي هي اللي بتعمل الانطباع اللي هو واصل عند حضرتك. في ناس كثيره جدا بتشتغل بضمير وبتكسب وبتعين ناس، فبالتالي دول يستحقوا كل دعم طالما ان هم بيشتغلوا. طيب الراجل اللي عايز يكسب 300 ليه حل بسيط؟ ما انا لما يكون عندي عرض وطلب ومنافسه حقيقيه، لو هو كسب ال 300% هيجي واحد ثاني يقول لك والله هكسب 200% بس، ثالث هيقول لك هكسب 100، لحد ما يجي الراجل اللي هيكسب ال 20 وال10% زي اي منتج بره او مصدر او مستثمر او رجل اعمال. فالقصه هي متعلقه بان تكون هناك قاعده عمل صحيحه، يبقى فيها ناس كثيره بيشتغلوا، فالراجل اللي هيكسب 300 مش هيشتغل، مش هيبيع. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا اظن ان الاعلام للامانه برضو شوه صوره رجال الاعمال لفترات طويله جدا بسبب وجود نماذج فاسده احيانا او مش كويسه من القطاع في رجال الاعمال في السنوات الماضيه. الحل ان احنا خلينا بعيد عن التنميط، ان احنا نبص لقدام ونقول انه اي شخص بيوفر فرصه عمل حلال وبيؤدي واجبه للدوله من ضرائب ورسوم وحاجات، وانا ادعمه بكل قوه، لانه بيخفف عني كدوله عبء كبير جدا، لانه صراع في اي مكان في العالم كيف توفر اكبر قدر من فرص العمل الصحيحه والمنتجه اللي فيها كمان استثمار صحيح. لانه انا حضرتك لو بعمل مصنع بعين فيه خمسه، اوظف فيه خمسه، الخمسه دول بيعولوا كل واحد فيهم خمس اسر، بدل الخمس اسر دول ما يبقوا عاله على تكافل وكرامه والجمعيات الخيريه. كلام حلو. ده المنطق اللي يبقى موجود. النهارده وامبارح وطوال ايام المؤتمر كان حاجه مهمه جدا ومحترمه، السيد الرئيس طول الوقت هو والحكومه بيقولوا كل الدعم للقطاع الخاص، سندعم القطاع الخاص. ادي الحوافز وخلي الناس سهل لها الاجراءات والناس تنطلق. وفي حاجات كثيره الرئيس النهارده قالها مهمه جدا، انه مشروعات مهمه زي مشروعات الموانئ على سبيل المثال القطاع الخاص ما دخلش فيه. طيب ازاي اقنعه؟ ده موضوع كبير ومتداخل،
ان لو هو ما قدرش يدخل ده الدوله دخلت وعملت واجبها وزياده في هذه القطاعات الحيويه الاستراتيجيه، لانه احيانا قطاع خاص يقول لك والله انا مش هقدر استثمر في هذه القطاعات شديده المخاطره او اللي هي عايزه راس مال كثيف في البدايه. طيب انا اخيرا وليس اخرا لازم احط تعليق بصراحه. اتفضل. النهارده علشان اعمل حضرتك بتقوله ده معناه ان انا هشتغل على ثقافه الاستثمار في مصر اللي هتبقى خاضعه لفكره التنافس المفتوح، وده هياخد مني عشرات السنين يا استاذ عماد. بره اللي بيحط لنفسه هوامش ارباح بهذا الحجم بيتحاسب ويخضع للمساءله. هنا احنا لسه ما عملناش كده. ده واحد. اتنين، انا عايزه يشتغل. هو عنده قدره على التوظيف وخلق فرص العمل اكتر من الدوله؟ طبعا. لكن هو لو تنازل عن ال 300% وكسب 100%، لو بيوظف 5000 هيقدر يوظف 15000. يعني مش عاوز ابسط الموضوع لدرجه ان انا هستخدم الجمله بتاعت يعني بيع رخيص تبيع كتير هتكسب اكتر، بس هو هيحقق ارباحه الراسماليه، بس مفيش داعي اروح محقق الارباح الراسماليه بعد 5 سنين او بعد سنتين. يعني هو لا، هم عاوزين يحققوا بعد سنتين. الناس كلها بتشتغل على 5 سنين و6 سنين و7 سنين، انا عندي في مصر وعايز بعد سنتين يكيت ويبدا يحقق ارباح صافيه. ده او دي جزء كبير من المشكله. الدوله دعم القطاع الخاص والاستثمار حلو، بس هو كمان لازم يساعد نفسه. صح، بس النقطه الجوهريه برضو انت عندك قانون اسمه قانون منع الاحتكار او محاربه الاحتكار، ما انت لما هتطبقه بدقه ما حدش يكسب 300%. لان هو بيكسب 300% ليه؟ لانه في حد بينافسه. لو واحد تاجر واحد فقط بيحتكر العمل في سلعه واحده هيحدد السعر اللي هو عايزه، هيبقى 1000000%. مش هتقدر انت قانونا تقول له انت بتعمل ايه، لكن تقدر تمنع تطبق القانون وتمنع الاحتكار وتشجع وجود منافسين. وجود المنافسين هو ليه؟ في لحظه كده حضرتك بتروح السوق ممكن تلاقي الطماطم ب 5 جنيه وفي مره ب 20 ومره ب 3 جنيه، وبعض المحاصيل كان وصل سعرها البطاطس في من فتره كده 50 قرش والناس سابتها في الارض لانه الانتاج زاد. كتر العرض الطلب هيبقى متوازن، فبالتالي ده جوهر العرض والطلب والمبادره الحره. طالما انك انت قدرت تنظم السوق تنظيم جيد الى حد ما هتقضي على الشوائب والنوع بتاع ال 300%، ومش هيكسب ومش هيبقى موجود، ولو فكر يستمر هيتكسر. طيب احنا انا افتكر بقى ايه، انه خلصوا اجتماعات مجلس الامنا علشان نيجي الحوار الوطني وانا اطرح الافكار بتاعتي المتعلقه باليات العرض والطلب في البلاد، وازاي نقدر ان احنا نعمل عمليه تقويم للعرض والطلب. يعني الطلب هيفضل عالي والعرض يفضل عالي، ده المستهلك يوصل له الحاجه بشكل يعني جيد، والمستثمر او البائع او المنتج هو كمان يقدر يحصل ارباحه. اقدر احدد لها اليه؟ ينفع يتعمل لها اليه. هخترع العجله؟ لا، انا اقدر اخد نفس العجله اللي بتحصل في بريطانيا، بس هنا محدش يقاكي. يعني اشمعنى لما بيشتغلوا في بريطانيا بيقبلوا ده؟ على كل بمنتهى البساطه، في بريطانيا الضرائب الشريحة العليا بتاعتها 45%، محدش بقى يقاكي. نفسي بس أنا عارف مش حد هيوافقني على الطرح ده. عايز أشكرك جدا أستاذ عماد الدين حسين كاتبنا الصحفي الكبير رئيس تحرير جريدة الشروق الغراء وعضو مجلس الشيوخ المصري وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.